السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة لطيفة وظريفة قوي قوي، انا بحب اعملها. اللبنة، طبعا احنا عارفين اللبنة بنشتريها من بره بتكون غالية، واكيد محطوط لها مواد حافظة. طيب انا عايزة اعمل لبنة في البيت وصحية، وهتبقى تحفة ان شاء الله لو جربتوها. عاملة زي بالظبط القشطة، زي الكريمة، وكمان هنعملها ايه؟ هنعملها لايت بمكون واحد بس، بجد تحفة، بجد تحفة، يا رب تجربوها وهتعجبكم قوي. المكون الواحد اللي هنستخدمه هو زبادي، زي ما انتم شايفين ادي زبادي لايت، جهينة، دانون، اي نوع زبادي، بس انا طبعا هعملها لايت عشان تكون صحية. اللي عايز يعملها زبادي كامل الدسم مش هتفرق معاه كتير في السعرات، بس انا بجيب كده كده كمية زبادي مثلا لمدة الأسبوع بتاعي، فمثلا باخد 3 4 زي ما انت عايزة. جربي في كمية صغيرة الأول عشان برضك تتأكدي ان هيبقى طعمها حلو. ممكن اعمل 2، بس انا لسه عندي اللي انا عاملاها وحبيت اشارككم صراحة، لاني هعمل لكم بيها حلويات بتبقى جميلة جدا باللبنة. هنعمل ايه؟ مكون واحد زي ما اتفقنا، الزبادي هجيبه، وهجيب ايه؟ هجيب قطعة شاش او قماشة في طبق زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي افرغ فيها الزبادي. تمام، هنزل بقى الزبادي كلها في قطعة القماش ديت اهي، بتطلع بجد بجد جميلة جدا، هتعجبك وهتعجب كل الولاد لو هتعملها لهم على توست، على ساندويتش جبنة، اسفة، ساندويتش فينو وعليها عسل وعليها زبدة الفول السوداني، بالظبط طعم القشطة، وجميلة جدا وصحية. تمام، هعمل ايه بقى؟ زي ما احنا شايفين كده حبايبي، انا فضيت الـ3 علب، هبتدي اعمل ايه بقى؟ هقفل عليهم كده، هلمها كده، وزي ما يقولوا ايه بعملها، زي ما انتم شايفين كده اهي. بصوا بقى اللي نزل ده كله انا مش برميه، اللي نزل دوت فيه قيمة غذائية عالية جدا، ده انا هيفضل في التلاجة، شايفين انا هربطها عقدة وهحطها في التلاجة مربوطة زي ما احنا شايفين كده، اعلقها بقى في اي حاجة في التلاجة زي ما انتم شايفين كده، انا ربطتها عقدة اهي وهعلقها بقى كده في اي حاجة في التلاجة، وهتفضل لمدة يوم، يعني عملتها بالليل هتفضل لتاني يوم بالليل تحتيها طبق زي ده كده، هتفضل تنزل كمية كل السوائل اللي فيها دي، بتتباع كمان بتبقى اللي هي العلبة مكتوب عليها قشطة حامضية او اللبنة، طعمها هيبقى تحفة. خلاص، السائل ده انا مش هرميه، السائل دوت يا جماعة مفيد جدا جدا جدا، ده اللي هو زي ما احنا بنفتح علبة الزبادي بيبقى المية اللي فوق، في ناس بتفضيها وترميها، لا دي السائل ده مليان بروتين، مليان فيتامينات. انا عن نفسي ابني لما كان بيروح الجيم كان الكابتن بيقول له يعني دي بتتعمل في ازايز وبتتشرب، تديهم زي بروتين، زي واي بروتين والحاجات دي التانية، باودر، ده بروتين مفيد جدا. لو انت شربتيه هتحسي طعمه مر شوية، لان في ناس بتحب الزبادي تحط عليها مثلا سكر دايت، حطي عليها ممكن معلقه عسل نحل، حطي عليها مع كيس سكر دايت واشربيه. كمان انا بعمل بيه ايه دوت، انا باخد منه معلقتين وبحط ماسك على وشي، بيخلي البشره مش عايزه اقول لكم فيتامينات ونادره، يعني حاجه مفيده جدا جدا للبشره. يبقى شوفوا بقى يعني حاجه، ولا هنرمي منه الميه ولا هنهلك منه اي حاجه، هسيبها كده لمدة يوم زي ما بقول لكم، شايفين اهي عمالة تسقط اهي في التلاجة، وتاني يوم ان شاء الله في نفس الميعاد اللي عملت فيه او بعديها بيوم، كل ما تقعد يعني يومين ما تخافيش ولا هيجرى لها اي حاجة، كل ما ده هتكون هي نزلت ميتها، بس انا بسيبها يوم. تمام، وبفتح عليها وهاخدها هوريها لكم ان شاء الله، احطها في علبة واستخدمها، بتبقى جميلة 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 بجد. تمام، هركنها بقى اليوم كده كامل في التلاجة وتحتيها الطبق، ووريها لكم ان شاء الله. زي ما احنا شايفين حبايبي كده، القطعة اللي كنت حاطة فيها الزبادي زي ما وريتها لكم، بعد مرور 24 ساعة، يعني من مثلا عملتها بالليل اعملها تاني يوم، افتح عليها تاني يوم بالليل او الصبح افتح عليها تاني يوم الصبح، هتكون نتيجتها
زي ما قلت لكم اللي هي اللبنه اهي. بصوا بقى شايفين طعمها بتبقى جميله جدا وشكلها كمان تحفه وطعمها جميل. استخدمها بقى اهي زي ما احنا شايفين اهي، شايفين اهي. بصوا دي بقى انا ممكن استخدمها في حلو او حادق. لو عايزه اكل معاها معلقه عسل نحل هتبقى حلوه قوي على توسته. ممكن اعمل منها، هعمل لكم منها صنف حلو قوي بالشوفان. كمان ممكن استخدمها كطعم اللي هو اللبنه كحاجه زي حوادق، بتبقى حلوه قوي. وطبعا احنا عارفين سعرها غالي. انا كده عملتها يعني تعتبر من 3 زبديات، طلع لي الكميه دي. عايزه تضاعفي الكميه وتخليها عندك في التلاجة، هتتحط كده في العلبه واغطيها واسحب منها. تمام. كنت انا بقى قايله لكم طبعا بالنسبه، بصوا كميه السائل اللي نزلت من الزبادي قد ايه. انا كنت طبعا رابطه الرابطه ومعلقاها في التلاجة، في يعني ربطها كده جنب ازازه وحاطه تحتيها الطبق دوت. نزلت كميه الميه ديت او السائل دوت، انا قلت لكم ما برمهوش، باخده تاني يوم ممكن اشربه. في نسبه بروتين عاليه جدا 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 ومفيده جدا، يعني حاجه وهم كده زي وصفه مش عايزه اقول لكم. انا مجرباها ودوت يتشرب يا جماعه، جميل جدا جدا لينا او لاولادنا. تمام. اتمنى الفيديو البسيط ده يكون حاجه فادتنا. وجربوها هتعجبكم، لبنه كده من الزبادي اللايت. واشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم. واللي اول مره يشوف قناتي يا ريت يشترك ويفعل الجرس ولايك وشير لكل اصحابنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.